سلام ورحمة بتوأم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شركة اليوم سر الوراء مجموعة من الستوريات كانت معزومة عند رفقتها، ورفقتها كانوا عم يجاوبوا على أسئلة الجمهور اللي سألوهم هل سر الوراء حامل، وهذا كان ردهم. أنا أنتي بنت، أنا فريق بنت. هم ما بسألوك أنت شو تبي عمل مطعم. أوكي أنا بس بنت. زي أنا فريق. ماما وسالفة شارب مطعم. شو بتحسي أنت؟ حكيني. السؤال لكم مو لي بنت. نعم. يا رب تجيبي توم يا سارة بنت. عكينة عم يتمسخر، والله عم يتمسخر، والله مو حامل. اذا انا حامل بقلكم مرحبا عمو.